فير بلاي. رجعنا لكم من جديد في فير بلاي، نواصلوا في استقبال ضيوفنا. نحكيوا على السي اس اس وانتخابات السي اس اس اللي فاز بها المنصف خماخم بعد منافسه شديده كانت مع جوهر الحلواني، واحد من المرشحين اللي كانوا لرئاسه السي اس اس. نسمعوا اهم سمعنا منصف خماخم بون في برشا وسائل اعلاميه، ما سمعناش موقف جوهر الحلواني من الانتخابات وشنو صار وحكايه الانتخابات في تصريح خاصنا به جوهر الحلواني اللي كان مرشح لرئاسه السي اس اس. في جوهر الحلواني، كنت مرشح حلقية نادي صفاقس في الانتخابات اللي تعقدت نهار السبت الماضي. سمعنا السيد مصطفى خماخم الفائز في الانتخابات، ما سمعناكش انت، نحب نعرف موقفك ورايك في الانتخابات وفي اللي صار نهار الانتخابات. انتخابات صحيح صارت النهار جمعة اللي فاتت، عرس الانتخابات للنادي الراي الشخصي كان ديما عرس وملتقى لجميع الأحباء جميع أفكار، كان فما نقاشات تصير، فما برشا أفكار تطرح. بون المرة هذه بالنسبة للكورونا والتباعد الجسدي والكل دونك ما صارتش النقاشات هذه، ما العملية صارت الحقيقة بكل شفافية وديمقراطية، مالقري احنا عندنا بعض المؤاخذات على الاقتناء الانخراطات في اللي صارت معنا من الترونتين مي. دونك احنا بالنسبة لي نحنا اقتناء انخراط في النادي الراوي السيخسي لازم يكون فيه شروط، لازم طريقة تتبدل، خاطر الحقيقة عملية اقتناء الانخراطات بالنسبة لي انها فيها وعليها. اش معناها كي تقولي فيها وعليها؟ معناها مش اي واحد لازم فما شروط، مش اي شخص ينجم يكون ياخذ انخراط في النادي الشخصي اليوم وغدوه يمشي يصوت ويقرر مصير فريق العمر نتاعو باش قرابه ال 100 عام. كاينك تلمح سي جوهر اللي فما عباد جاو ماهمش من حبه السي اس اس جاو صوتوا. اي فما الناس كل تعرف اللي فما أحبي صوتت، فما أحبي صوتت سي منصف خماخم، راني مانيش معناها سيد منصف خماخم أحبي النادي السيخسي، ما فما أحبي فما ناس دخيلة على النادي السيخسي صوتت وقع شراء أصواتهم على هكا. شراء مش شراء أصواتهم، هي خذوا انخراطات دونك عندهم الحق باش يشريوا انخراطات، دونك هذاك علاش احنا شروط، وهذا في الجمعيات الكل. مش معقول اي واحد ينجم يشري انخراط في النادي السيخسي، لازم يكون فما هيستوريك متاع الشخص هذاك ومحطه للنادي السيخسي وقربه للنادي السيخسي واشتراكه مثلا في عامين ولا ثلاثه كمنخرط ويحضر في الجلسات العامه ويعرف النادي السيخسي، وقتها صحيح اي واحد يفوتي لينا احنا ولا السيد منصور خميسه ولا اي شخص وقتها يقرر بالحق مصير الفريق. هو الكلام هذا سي جوهر دار اما متعلق بالزوز قائمات، معناها فما العباد هذم اللي صوتوا ما همش معناتها من احباء السياسيه صوتوا ليكم وصوتوا اليوم هما زاد كيف كيف. انا اش قلت لك راهو مش معناها احباء النادي السيخسي صوتوا لنا لان احنا والناس اخرين صوتت السيد مصطفى خميخم، ماهوش صحيح، مي هذا حاجه موجوده احنا لازمنا نخدموا عليها. كان في برنامجنا الحقيقه باش قضيه الانخراطات وكيفاش تتشرى واللي ديلي وقتاش تتسكر والكل هذا احنا كان في برنامجنا باش نصلحوه في الفتره القليله القادمه. بون ما صارش، ان شاء الله نخدموا عليه ونحضروا للجلسات الانتخابيه الجايه. التنافس كان كبير، ظهر لي حط نسبه اللي فاز بها سي المنصف خماخم 57%، شنو اللي عمل الفارق المنصف خماخم في الانتخابات؟ ممكن الخبره وسي منصف خدم، ما نجحش من الناس تقول لك فما ناس ديما ما تاخذش الريسك معك. احنا فما ناس خذيت معنا الريسك، فما ناس حتى كان تعرفنا يقول لك لا مع سيد مصطفى خميخ ممكن مستقبل الفريق اضمن، مالقري احنا حكينا فسرنا ديما الشباب يخافوا منه في تونس مش كان في الرياضه في كل شيء، هذه عقليه موجوده لازم احنا بالوقت نفرضوا راينا ونظهروا لي احنا
نجم نسير فريق في عراقة نادي راوي الساقي. باهي خليني نقول لك في موضوع اخر متعلق باللي صار البارح. سي اس اس كانت فازت على ليتوال، ظهر لي فوز من خارج الميدان، لكن بعد المقابله تفاجئنا بتعيين المدرب اسباني جديد في السي اس اس. شنو رايك في اللي صار؟ والله الحقيقه هو تعيين المدرب راهو ماهوش بالنسبه للقرار النادي السيقسي ماهوش مفاجاه، معناها الهيئة المديرة من هو مش مفاجأة سي جور، لكن المنصف خماخم في كل تصريحاته حتى قبل بنهار يوم السبت، معناه قبل بنهار من تعيين، يأكد انه انيس بوجلبان هو اللي باش يكمل معناه. اي نجم يكون خاطر عندنا مقابلة مهمة والاكستيريور وضد ليتوال ماتش سي بوان. اي شنو رايك في التعيين تاع الاسباني والاستغناء على بوجلبان؟ بون متفق هو ولو انه قال لا نعرف ماهوش استغناء، انا المعلومات اللي عندي أما هو اي ما حد من صلاحياته نجم نقولوا جابوا له كما نقولوا معناتها حد سوبيريور عليه باش يراقب خدمته، ما نتصورش باش يكون في راحته ولو انه ما سمعناش موقفه من يسار. انت شنو رايك من هذا الكل؟ انا اللي رايي اللي هو سي انيس بوجلبان كي جاء كمدرب مساعد في النادي الراوي الساقي، دونك عمره ما جاء كمدرب اول وتوا ولا مدرب مساعد، هو جاء كمدرب مساعد مع السيد فوزي بن زرقي، ومن بعد مشى سي فوزي لعديد الظروف. وقتها كنا نجمو نجيبو مدرب، الهيئة المديرة ما لقاتش مدرب ولا ما حبتش تجيب مدرب وقتها. هذا من الحاجات دي ديسيزيون لي بون ديسيزيون والاوقات نتاع لي ديسيزيون، هذا من المشاكل الكبيرة اللي قاتهم الهيئة المديرة في العوامل اللي فاتت. معناها تنجم تكون تجيب مدرب ما تجيبو شهرين التالي، توا بعد ما مشات لي ريزولتا ونيس بوجلبان ربح ليسبيرونس وربح ليتوال وربح الكلوب دونك فيها وعليها ربح المستير وربح الستاد لي ديسيزيون واوقاتهم هما المشاكل الكبرى نتاع الهيئه المديره السابقه والحاليه في النادي الساقسي. تاخذ دي ديسيزيون روتار، تاخذ دي ديسيزيون ماهوش في اوقاتهم. هذا هما الحاجات اللي يجموا يفسدوا الجو العام، تكون ايكيب ماشيه تاخذ ديسيزيون هكاك مالغري تنجم تكون صحيحه هي. مي الوقت نتاعها روتار ياسر، كانت نجم كي خرج سي فوزي بن زرقي وجا اونترونور اخر ما يتكلم حد. توا بعد شهرين ولا ثلاثه شهور وبعد ما خرجنا من الشامبيونز ليج وبعد فما الاوتوماتيزم مدمين انيس بوجلبان والملاعبيه، توا باش نعاودوا نفسخوا ونعاودوا من جديد. دونك اللي حابين ناكد عليه اكثر من الديسيزيون نتاع لونترونور هي لي بون ديسيزيون والوقت نتاع ديسيزيون، هم هذا من المشاكل الكبرى اللي عرفتهم الهيئه المديره للنادي الساقسي في الاربع سنوات الاخيره. باهي نكمل مع اخر سؤال سي جوهر، شنو برنامجكم الفتره القادمه؟ باش تستنوا الانتخابات الجايه والا عندكم برنامج في الفتره هذه الجايه؟ لا احنا البرنامج اللي حطيناه باش نزيدوا نخدموا عليه، باش نزيدوا ندعموه، باش نحاولوا نقربوا برشا ناس لينا ونظهروا لهم افكارنا واش نحبوا نعملوا وكان اي واحد ينجم يعاوننا مرحبا. كيف كيف احنا مدينا يدنا للهيئه المديره وما عندناش علاش، معناها كان الهيئه المديره تطلبنا في حاجات باش نعاونوها، احنا راهو اليوم وغدوه محبين للنادي الرياضي الساقسي ما عندنا حتى اشكال. احنا امس كي ربحت النادي الساقسي رانا فرحنا كيما الجماهير الكل، ما عندناش هذا لا هيئه مديره خاطر ما طلعناش ما نخدمولهاش ونحطوا العصا في العزاء، هذا ما هيش عقليتنا. احنا رانا باش نخدموا لمصلحه النادي الرياضي الساقسي في صلب الهيئه ولا قراب للهيئه ولا حتى من بعيد نحضروا برنامجنا. نقاط الضعف اللي ركزت عليها برشا الاشخاص هي الماديات وهذوكم الكل باش نخدموا عليهم، باش كيف عام بعد عام وثلاثة شهور من الان الناس نكونوا حاضرين ونثبتوا جدارتنا اللي نجم نسيروا فريق في عراقه النادي الرياضي الساقسي. واضح، يعطيك الصحه، شكرا لك سي جوهر. عايشك يا سلام، بارك الله فيك. شكرا. كان هذا جمال الحلواني اللي كان مرشح لرئاسة السي اس اس خلفا للمنصف خماخم. اكيد التصريح الكل تنجموا ترجعوا تسمعوه في الفيديو على صفحاتنا اكسبريس اف ام والا الصفحة الخاصة بالرياضة اكسبريس اسبور. بعد شوية جيكم فدوى تركي في الاخبار وبعدها باش نحكيو على الكلوب وكذلك مقابلات الجولة اللي تعديت في الويكاند من البطولة، وايضا نحكيو على منتخب الاوسط اليوم مع المحلل الفني انيس العيار، نسمع شنو حكاو والستاف تكنيك ميري كانزاري وكذلك حمدي العبيدي في الكونفرنس في النبض الصحفية قبل المقابلة. فاصل الاخبار ثم راجعين في فير بلاي مكملين.